الرابطة الهيدروجينية. الروابط الهيدروجينية تتكون خلال المركب التساهمي القطبي، حيث يرتبط الهيدروجين تساهمياً مع الذرة سالبة التكهرب. الأهداف: فهم تركيب الرابطة الهيدروجينية والشروط اللازمة لتكوينها في جزيء فلوريد الهيدروجين HF. كل من الهيدروجين والفلور يحتاج إلكتروناً ليصل إلى التركيب الإلكتروني المستقر. أثناء تكوين جزيء HF يشارك كل من الهيدروجين والفلور بإلكترون لتكوين الرابطة التساهمية. وبسبب أن الفلور أكثر سالبية كهربية، فإنه يجذب إلكتروني الرابطة نحوه، وكنتيجة لذلك يكتسب الهيدروجين شحنة جزئية موجبة Ve+، بينما يكتسب الفلور شحنة جزئية سالبة Ve-. وبذلك يكون جزيء فلوريد الهيدروجين قطبي ويسلك كثنائي الأقطاب. عند اقتراب جزيء أو جزيئات أخرى من جزيء HF، ينجذب الهيدروجين ذات الشحنة الجزئية الموجبة إلى ذرة الفلور الجزئية السالبة لجزيئات أخرى عن طريق رابطة إلكتروستاتيكية ضعيفة. قوة الجذب الإلكتروستاتيكية الضعيفة تسمى الرابطة الهيدروجينية، ويعبر عنها بخط متقطع نقاط بين الذرتين. لذلك تعرف الرابطة الهيدروجينية على أنها قوة التجاذب الإلكتروستاتيكي بين ذرة الهيدروجين، والتي ترتبط تساهميا مع ذرة سالبة التكهرب أو ذرة أخرى سالبة التكهرب لجزيء آخر. الرابطة الهيدروجينية أضعف بالمقارنة بالرابطة التساهمية أو الأيونية. الشروط اللازم توافرها لتكوين الرابطة الهيدروجينية: 1- وجود ذرة لها سالبية كهربية مرتفعة. ذرة الأكسجين لها سالبية كهربية مرتفعة، لذلك فهي تجذب إلكتروني الرابطة نحوها وينتج بذلك قطبين، ويساعد ذلك في تكوين الرابطة الهيدروجينية. المركبات التي تحتوي على الروابط الهيدروجينية يجب أن تحتوي ذرة سالبة التكهرب قوية مرتبطة تساهمياً بذرة الهيدروجين. مثال: يرتبط الفلور بالهيدروجين في فلوريد الهيدروجين، الأكسجين والهيدروجين في الماء، النيتروجين والهيدروجين في النشادر. ترتب السالبية الكهربية للفلور والأكسجين والنيتروجين كالآتي: N أصغر من أو تساوي O، حيث أن قوة الرابطة الهيدروجينية تعتمد على السالبية الكهربية للذرة الأخرى. لذلك قوة الرابطة الهيدروجينية في الأمونيا والماء وفلوريد الهيدروجين تكون بنفس الترتيب السابق. 2- وجود ذرة حجمها صغير. في جزيء الماء H2O وجزيء كبريتيد الهيدروجين H2S، نصف قطر ذرة الأكسجين 0.73 إنجستروم، بينما نصف قطر ذرة الكبريت 1.2 إنجستروم. ذرة الأكسجين تكون أصغر ولها 8 إلكترونات مرتبة في مدارين حول نواته، وزوج الرابطة بين الأكسجين والهيدروجين يكون أقرب لنواة الأكسجين. لذلك قوة جذب النواة لإلكترونات الرابطة تكون أكبر. بسبب هذه السالبية الكهربية للأكسجين، وتصبح الرابطة قطبية، جزيء الماء قطبي. ويساعد هذا على تكوين الروابط الهيدروجينية بين جزيئات الماء. لأن ذرة الكبريت في كبريتيد الهيدروجين
أكبر في الحجم ولها 16 إلكترون مرتبة في 3 مدارات حول النواة. تكون إلكترونات الرابطة بين الكبريت والهيدروجين بعيداً عن نواة الكبريت، لذلك تكون قوة جذب النواة أقل في حالة الكبريت، لذلك تكون السالبية الكهربية للكبريت أقل، وهذا يقلل جذب الإلكترونات نحو نواة الكبريت، ولا يكون هناك استقطاب داخل جزيء كبريتيد الهيدروجين. لذلك لا تتكون الرابطة الهيدروجينية بين جزيئات كبريتيد الهيدروجين، وغياب هذه الرابطة هو المسؤول عن وجود كبريتيد الهيدروجين في الحالة الغازية في درجة حرارة الغرفة. بينما وجود الروابط الهيدروجينية بين جزيئات الماء مسؤول عن حفظ جزيئات الماء في الحالة السائلة في درجة حرارة الغرفة.